Distinguished representatives of the parties to the WHOF CTC and the protocol. الكرام الأطراف في البروتوكول والممثلون عن منظمات غير الحكومية، أود أن أرحب بكم أينما وجدتم. أنا المنسق لرفع التقرير في الأمانة، وأنا سأتولى إدارة هذه الدورة اليوم. كما تعرفون إن مجموعات التهريب غير المشروعي تؤدي دوراً، ونحن سنتحدث عن هذا الموضوع. وأود أن ألخص أولاً كيف ستتم أو كيف سندير هذا الاجتماع. الترجمة الفورية متاحة في الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية. أطلب منكم أن تنقروا على زر الترجمة الفورية إذا ما أردتم أن تستمعوا إلى الترجمة، وأطلب كذلك منكم أن تستخدموا القسم المخصص للأسئلة. يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة وتكتبونها في هذا القسم فيما تستمعون إلى العروض، وبعد استماعنا إلى العروض سنخصص وقتا للإجابة على الأسئلة. وهناك قسم للدردشة سيخصص لكي ترسلوا أي رسالة إذا ما واجهتكم مشكلة تقنية أو فنية. كما تعرفون إن أمانة الاتفاقية قد أطلقت سلسلة من ورشات العمل، وذلك تلبية للطلب المتنامي من جانب دول الأطراف. الهدف هو أن نفهم التحديات التي تتسبب بها تجارة التبغ غير المشروعة، ونرى كيف يمكننا أن ننفذ البروتوكول. نحن ناقشنا مواضيع مختلفة مثل التراخيص، أما اليوم فنحن سنركز على العلاقة بين المنظمات التي تقوم بالتجارة غير المشروعة والتبغ غير المشروع. نحن نأمل أن نتمكن في نهاية هذا الاجتماع من أن نعرفكم بالاتجاهات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، ونأمل أن نتمكن من أن نرى كيف يمكننا أن ننفذ تدابير، وذلك من أجل أن نتصدى للجريمة المنظمة والتجارة التبغ غير المشروعة. وصلنا معلومات مفادها بأن الجهات الفاعلة تنشر المعلومات باسم أمانة الاتفاقية. استجباباً لذلك ننتهزها فرصة لكي نكرر مرة بعد أن أمانة الاتفاقية لا تدعم ولا تمثل أي طرف ثالث تجاري له أي مصالح في قطاع التبغ. نحن لا نعمل مع أي طرف تجاري مرتبط بهذا الموضوع. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من ورشة العمل هذه. سنضيف متحدث إلى قائمتنا، وهو السيد بيوتر ستريوسوفسكي، وهو يعمل في منظمة التعاون والتنمية في أوروبا، ونحن سنعطيه الكلمة لكي يقدم لنا لمحة عن السوق بشكل عام فيما يخص السلع غير المشروعة. والمتحدث هو يعمل في فرقة عمل تنكب على التجارة غير المشروعة، وهو قام بدراسات فيما يخص نطاق وحجم التجارة غير المشروعة وكيف يمكننا أن نتصدى لهذا الخطر، وذلك نهوضا لعملنا. هو يعمل أيضا مع دول الأعضاء ومع الأكاديميين ومع منظمات دولية مختلفة. وكذلك قد قدم طول باع، وذلك في عدد من القطاعات ومن بينها الابتكار والاقتصاد. عنوان عرض بيوتر هو التجارة غير المشروعة العالمية، مجال منظم بشكل جيد. شكرا جزيلا، يقول المتحدث. سأشارك الآن معكم شاشتي وترون العرض. أنا أعمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفرقة العاملة التي تنكب على التجارة غير المشروعة،
ذلك لكي تتمكن دول الأعضاء من أن تتصدى للتجارة غير المشروعة. قبل أن أتحدث عن طرق التصدي لهذه الآفة، علينا أن يكون لدينا المعارف، ونحن نركز في عملنا على ذلك، أي أن نضمن أن نفهم هذه البيانات، هذه الوقائع التي تحيط بهذه الآفة. إذن ما الذي نركز عليه؟ لا يمكننا أن نقدم تعريفا شاملا للتجارة غير المشروعة، فهناك ظواهر كثيرة مرتبطة بالتجارة غير المشروعة وهي مترابطة ببعضها البعض. نحن نتحدث عن السلع المزيفة المزورة، عن المنتجات، منتجات التبغ، المنتجات المرتبطة بالإرث الثقافي، بالحياة البرية. إذن ترون عدد من الأمور تحت مظلة التجارة غير المشروعة، ولذا يصعب أن نتقدم بتعريف واحد. مثلا إذا ما تحدثنا عن منتجات التبغ فذلك أيضا يرتبط في بعض الأحيان في منتجات مزورة، وكذلك هناك سلع ما دون مستوى الجودة المطلوب. إذن هذه المنتجات في بعض الأحيان هي تشبه بعضها البعض، ولكن جميعها هي تتعارض والقانون، وهي إذن مرتبطة بمجموعات إجرامية. وهذه المنتجات في بعض الأحيان قانونية، إذن ليس هناك القوانين نفسها كما تنسحب على الأسلحة مثلا أو المخدرات. في بعض الأحيان هي لا تشكل جرائم جنائية، لا بل جرائم مدنية، ولذا من الصعب أن يكون لدينا تعريفا واحدا. ولكن هذه المنتجات هي أيضا تتسبب بعدد من الجرائم في شتى أنحاء العالم. البيانات تمكنتنا من أن نتوصل إلى ما يلي: التجارة غير المشروعة اليوم آخذة في الازدهار، وهناك أسباب يعزى إليه ذلك. أولاً لأن ذلك سهل، أي من السهل أن يشارك أي فرد في التجارة غير المشروعة. نحن شاهدنا ازدهار التجارة بشكل عام في السنوات الماضية، هذا يعني أن هناك تجارة للبضائع من بين بلد إلى بلد آخر، و في الوقت نفسه هناك أيضا إنجازات لوجستية مثلا فيما يخص مناطق التجارة الحرة، فيما يخص النقل. كل هذه العوامل قد سهلت التجارة تسهيلا كبيرا. والأمور التي سهلت التجارة القانونية هي أيضا أمور قد يستخدمها المجرمون، وذلك يعني أنه أصبح من السهل أن نقوم بالتجارة غير المشروعة. قبل الجائحة نحن كنا قد رأينا أن هناك بعض الأمور التي كانت موجودة ولكن اليوم أصبحت ضرورية، والمجرمون يستخدمون هذه القنوات، هذه الشبكات. إذن هذا ما أريد قوله، أن المشاركة في التجارة غير المشروعة أمر نسبيا يعتبر سهلا، وكذلك هذا النوع من العمل هو عمل يمكن أن نعول عليه. على خلاف المخدرات أو الأسلحة، هناك عدد من المنتجات غير المشروعة التي لا تعتبر من بين أولويات سلطات إنفاذ القانون. إذن هذا يعني أن خطر أن يتم الكشف عن هذه العمليات التجارية غير المشروعة لهذه المنتجات هو أقل. مثلا هذا ما يعني أن الإفلات من إنفاذ القانون عندما تتم التجارة بمنتجات التبغ أو بمنتجات مزورة أقل منه مقارنة مع المتاجرة بالمخدرات أو المتاجرة بالأسلحة مثلا. ولعدد من البلدان إن التجارة بالمخدرات أيضا يعني العقوبة، عقوبة الإعدام في بعض البلدان في بعض الحالات. ولكن هنا عندما نتحدث عن هذه المنتجات في أغلب الأحيان تكون الجريمة جريمة مدنية، أي وفقا للقانون المدني وليس للقانون الجنائي. إذن إن التجارة غير المشروعة سهلة يمكن التعويل عليها، وهي
فقط تنطوي على جرائم مدنية، وذلك يعني أنها جذابة لمنظمات الجريمة المنظمة. أود كذلك أن أركز على ثلاث مجالات تدعم النتائج التي توصلنا إليها، والتي مفادها أن التجارة غير المشروعة هي تحركها المنظمات الإجرامية. أولاً سأتحدث عن النطاق، أي النطاق التجاري الذي يترتب على التجارة غير المشروعة. ثانياً سأتناول طريقة العمل، وثالثاً سأسوق عليكم أمثلة. أولاً نطاق أو حيز التجارة غير المشروعة. كما قلت في البداية، إن عملي في منظمة التعاون والتنمية الأوروبية الهدف منه هو أن نأتي بأدلة وأن نتحدث عما يحصل. في بعض الأحيان هناك زملاء يتحدثون عن التجارة، عن التوظيف، ولكن أنا يمكنني أن أنفذ إلى الإحصاءات الوطنية بشأن التجارة غير المشروعة، وبذلك نحن نأتي ببيانات رسمية. عفواً، علينا أيضاً أن نحصل على بيانات من سلطات إنفاذ القانون، من الشرطة إلى آخره، ونحن نجمع كافة هذه البيانات، وهذه البيانات تأتي بإشارات وتوقعات بشأن التجارة غير المشروعة. ومفاد هذه البيانات إن نطاق التجارة غير المشروعة هائل، وهذا يعني أيضاً أنه لا بد من أن يكون هناك منظمات إجرامية منظمة وشبكات منظمة وراء التجارة غير المشروعة. عفواً، إن التجارة غير المشروعة نسبتها 509 مليار دولار سنوياً، هذا يساوي أو يتجاوز إجمالي النسج المحلي في بعض المحلي. إذن هذا المبلغ كبير جداً، هذا ليس مبلغ تفوزون به في اللوتو مثلاً، بل هذا مبلغ باهظ. ولكي نتوصل إلى هذا الرقم، هذا يعني أنه لابد من أن يكون هناك نفاذاً إلى الشبكات، إلى طريقة العمل المنظمة، الجريمة المنظمة. وحسب التوقعات 10% من التبغ الذي يتم المتاجرة به هو تبغ غير مشروع. هذا الرقم أيضا رقم هائل. إذا ما نظرنا إلى المجالات التي أيضا تسجل فيها التجارة غير المشروعة، نحن نرى أن القطاعات هذه كثيرة أيضا، وفي الوقت نفسه نرى كذلك أن هناك بيانات مستهدفة من التجارة غير المشروعة، وهي التي تتأتى على الأرباح الأكبر، وهذا يبين بشكل واضح أن التجارة غير المشروعة هي وراء بعض هذه المجالات. إذن فلنفكر في هذا النطاق، فلنفكر أيضا بتجارة الأحياء البرية، نسبتها هي 20 مليار دولار سنويا. وهنا نرى أن الطلب والعرض بعيدين عما نراه عادة، وهنا نحن بحاجة إلى من يربط بين هذا العرض والطلب والحصول على هذا الحجم من التجارة غير المشروعة. إذن مرة بعد، كافة المؤشرات التي تدل على وجود التجارة غير المشروعة تشير أيضاً إلى أن هناك منظمات جريمة منظمة أيضاً وراء هذه التجارة غير المشروعة، ونحن هنا لا نرى إلا فيض من غيض مما يجري. ثانياً، المجموعة الثانية من الأدلة مرتبطة بطريقة العمل، طريقة عمل شبكات التجارة غير المشروعة. هنا نحن لا نتحدث عن شركات وطنية أو شبكات وطنية، لا، بل هذه الشبكات يمكنها أن تنفذ إلى حلول لوجستية. فلنفكر أيضا في عمليات النقل الحضرية، مثلا الحاويات وعمليات النقل المختلفة.
مثلا هناك أو ما حصل في قناة السويس قد لفت انتباهنا إلى ما قد يطرأ في مجال التجارة، وأيضا إلى ما يرتبط بالابتكار التكنولوجي عندما نتحدث عن الحاويات. إذن هذه التكنولوجيا الجديدة وكيف يمكننا أن ننهض بهذه الأمور. نحن كنا رأينا ما حدث في قناة السويس وعدد الحاويات الكبير على متن باخرة، وهناك حاويات تحمل منتجات من التجارة غير المشروعة، وهذا يعني أنه لابد من النفاذ إلى عدد من الأدوات المتاحة. هذا يعني أيضا أن هناك منظمات وشبكات منظمة وراء ذلك، وورشات العمل هذه مهمة. في عدد من الحالات هناك مناطق تجارة حرة يتم استخدامها من جانب المجرمين، وهنا أنا لا أقول إن الحاويات أمر خاطئ أو أن التجارة الإلكترونية أمر سيء إلى آخره أو مناطق التجارة الحرة أمر سيء، لا، بل أنا أقول أن هذه الشبكات الإجرامية تستخدم هذه الأدوات. ثانياً، لابد من أن نشير أيضاً إلى شبكات عالمية للعمل. في معظم الحالات، في كثير من الحالات، إن التجارة غير المشروعة لا تكون وطنية، بل هي تنسحب على أنشطة عابرة للحدود، أي أن هناك جهات فاعلة مختلفة والهدف واحد هو أو أن تدر هذه الشبكات الإجرامية الإيرادات أو الأرباح الكبيرة، وهي أيضا تعمل بشكل فعال وسريع، ويتم كذلك الاستجابة بسرعة وبفعالية للجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون. وفي بعض الأحيان يتم أيضا تبادل المعلومات المغلوطة، هي تعرف جيدا كيف تستجيب لجهود إنفاذ القانون. هذا يعني أن هناك طريقة عمل متقدمة، وهي تبين أن المنظمات وراء التجارة غير المشروعة تنظم عملها بشكل جيد. وكذلك هناك أمثلة تدل على الجريمة أو على الجريمة المنظمة. يمكننا أن نتحدث عن أنماط هي نفسها في عدد من القطاعات. عندما مثلا نحلل ما يحصل مع المنتجات المزورة، التبغ أو الأدوية الصيدلانية غير المشروعة ومنتجات الحياة البرية إلى آخره، هناك محركات، وهناك مثلا من يقود الشاحنات، وقائد الشاحنة في بعض الأحيان لا يعرف ما الذي ينقله. إذن هناك طريقة عمل منظمة هي لا تراعي نوع المنتجات التي يتم نقلها، شرط أن تكون الأرباح كبيرة. إذن هذه هي الأنماط نفسها التي نراها مع عدد من المنتجات، المخاطر قليلة والأرباح كثيرة. ويمكننا أيضا أن نتحدث عن أنشطة إنفاذ القانون المشتركة. هناك زملاء يسوقون علينا أمثلة كثيرة عن منظمات أوبسون أو بانجيا مثلا. هناك أدلة موجودة وكثيرة تشير إلى أن الجريمة المنظمة هي المحرك وراء التجارة غير المشروعة في عدد من الحالات. الرئيس يقاطع دقيقتان لو سمحت. مثال آخر هو الأدلة التي تشير إلى أن هناك مشاركة لبعض الاقتصادات في هذه الأنشطة، وهناك شبكات إرهابية حتى. عندما ننظر إلى التجارة غير المشروعية، هناك ما يأتي من مناطق في آسيا، وهناك مناطق أيضاً تأتي منها هذه المنتجات التي تتم المتاجرة بها بشكل غير مشروع، وهي مناطق يستفحل فيها الإرهاب. وهذا يعني أن منظمات الجريمة المنظمة هي الكامنة وراء هذه التجارة غير المشروعة، وهي شبكات منظمة. أنا من بولندا، وكنت أقرأ
الأخبار أو الصحف، وهنا ترون أن هناك عدد كبير من السجائر غير المشروعة التي تم وضع اليد عليها بقيمة 20 مليون دولار، وهذا يدل على جريمة منظمة، ليس شخصا بمفرده قام بذلك. وهنا أيضا ترون تقاريرنا، من الصعب أن ندرس التجارة غير المشروعة. هذه التقارير هي قاعدة للأدلة الموجودة، يمكنكم أن تزوروا موقعنا المعروض عليكم على الشاشة oe.cd على tfcit. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، شكرا جزيلا على هذا الملخص الرائع. أنت قد أعطيتنا لمحة ومهدت الطريق لمناقشاتنا. الكلمة الآن للسيدة سيمون هيسوم من المبادرة العالمية للتصدي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي ستقدم لنا لمحة عن الرابط بين الجريمة المنظمة ومنتجات التبغ. وسيمون تتمتع بطول باع فيما يخص التصدي للجريمة المنظمة والفساد، وهي قامت أيضا بدراسات في بيئات محفوظة بالتحديات. سيمونا قد عملت عن كثب في ما يخص أسواق الهيروين في جنوب وشرق أفريقيا، وقامت بدراسات عدة فيما يخص الأسواق غير المشروعة في المنطقة في أفريقيا. سيمونا ستقدم لنا عرض معنون التجارة غير المشروعة في مجال منتجات التبغ ومجموعات الجريمة المنظمة. شكرا جزيلا على هذا على تنظيم هذا الاجتماع، وعملنا مهم، وذلك لكي نعزز عمل البروتوكول. أود أن أشكر زميلي بيوتر على عرضه السابق، هذه اللمحة التي عرضها علينا كانت رائعة بالفعل. الشريطة التالية، أنا أحدثكم من المبادرة العالمية للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. نحن نعمل في جنيف، لدينا مكاتب إذن في جنيف وفي فيينا وفي كيب تاون، ونحن موجودون أيضا في مناطق شتى من العالم. المنظمة تم إنشاؤها في 2013، الهدف منها هو تعزيز استجابة فعالة ومتسقة للتصدي للتجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وذلك أن هناك مسائل عدة أصبحت مهمة ولا بد من التصدي إليها. نحن نحاول أن نعطي أدلة بشأن الاستراتيجيات وبشأن استحداث استراتيجيات جديدة تتصدى للجريمة المنظمة. هذه هي إذن ولايتنا، ونحن نظرنا في موضوع التجارة غير المشروعة ومنتجات التبغ. أنا قد نظرت في موضوع منتجات التبغ في أفريقيا، وركزت على الوضع في أفريقيا بشكل خاص، وأنا هنا أتوجه إليكم بالاستناد إلى خبرتي الخاصة وبالنسبة إلى عملي وعمل الزملاء في مناطق مختلفة من العالم. أولاً سأتحدث عن بعض الصعوبات التي تحيط بتوصلنا إلى أدلة، وسأحاول أيضاً أن أسلط الضوء على فهمنا للوضع في هذا المجال. بعض المسائل مرتبطة بالتبغ، وبعض المسائل الأخرى قد تنسحب على عدد من السياقات المختلفة. الآن فيما يخص التجارة بالتبغ، هناك عناصر كثيرة، وهناك أيضا فئات الضغط في الشركات الكبرى التي تؤدي دورا ولها أيضا تأثيرا على مسألة رفع التقارير. إن شركات التبغ الكبرى تقوم بدراساتها الخاصة وبعد ذلك تنشرها في وسائل الإعلام،
وعادة يكون فيها إحصاءات وأرقام ملفتة للنظر. كذلك هناك صعوبات أخرى هي مرتبطة بفعالية التدابير من أجل أن نتوقع ما هو الوضع في السوق غير المشروع. هناك طرق مختلفة من أجل التوصل إلى هذه التوقعات. كما نعرف هناك أسواق لا نراها، وإن الحكومات وعملية التقرير رفع التقارير تكون عادة بسيطة. مثلا يقوم أو يتم قياس المنتجات التي يتم بيعها تحت الضرائب المفروضة على مثلا المنتجات المسيئة للصحة، ولكن ذلك لا ينسحب على الشركات الكبرى، مثلا شركات التبغ الكبرى. ثالثا، هناك مناقشات جارية بشأن التبغ غير المشروط، وهناك مناقشات بشأن الإرهاب ومسائل أخرى إلى آخره. برأينا هذه المسائل مهمة للغاية لكي نفهم أهمية التجارة غير المشروعة في مناطق النزاع. هذه مشكلة حقيقية، ونحن نعرف أن هناك بنى وراء التجارة غير المشروعة، وفي بعض الأحيان هناك أيضا ترابط بين هذه المسألة وتتم التجارة غير المشروعة في عدد من الحالات في عدد من البلدان الضعيفة. وكذلك هناك مشكلة مرتبطة بإنفاذ القانون والإفلات من العقاب. هذا يعني أن التجارة غير المشروعة تصبح مرئية عندما يكون هناك معاقبة أو مقاضاة، أو عندما يتم أخذ تدابير من جانب سلطات إنفاذ القانون. وفي بعض الأحيان الدول تتخذ تدابير ضد منتجات التبغ غير المشروع، ولكن في بعض الأحيان هناك عوامل أخرى مثل الفساد التي تحيط بهذا الموضوع والتي تحول دون إنفاذ القانون. إذن نحن لطالما ندافع عن الأخذ بوجهات النظر المختلفة من مصادر مختلفة، ونحن لا نستخدم ولا نستعين بأي بيانات تصدر عن القطاع الصناعي. نحن نعمل مع المجتمع المدني والمواطنين في المجتمع المدني، وذلك من أجل أن ننشر المعلومات بشكل مباشر ونوجهها للأشخاص الذين يشاركون أو المستهلكين أو هؤلاء الذين يؤدون أدوارا في السلطات إنفاذ القانون، أي كل من يتأثر بالتجارة غير المشروعة. وأنا قد استندت إلى العمل الجاري لكي أحضر هذا العرض، وذلك لكي أقدم لكم لمحة عن بعض الحالات. الشريحة التالية، إذن من يشارك في الجريمة المنظمة؟ هذا سؤال مهم ولكن صعب. هنا نتحدث عن سوق كبير وهو سوق التبغ غير المشروع، وهناك عدد من العناصر هنا، مثلا التجارة غير المشروعة العابرة للحدود إلى آخره. نحن نود هنا أن نسلط الضوء على دور المجرمين من ذوي القمصان البيض في الشركات الكبرى، مثلا وهم يتسببون ب أو هم يقومون بالتهريب الضريبي، أو يتواطؤون مع عدد من الشركات أو السياسيين مثلا. وهناك أيضا العاملين في المصانع الذين يهربون السجائر مثلا. وهناك أيضا نقابة أو منظمات تشارك كذلك بشكل منتظم في تجارة
المنتجات، وفي بعض الأحيان الجانب القانوني ليس مهما، هناك فئات مسلحة أيضا تقوم بهذا النوع من التجارة غير المشروعة، وذلك يثكي النزاعات. وإذا كما نحن نرى هناك تجارة عابرة للحدود، وهناك كذلك مجرمون يشاركون في توزيع هذه المنتجات لأسواق التوزيع فضلا عن مسؤولين رسميين، وهذا يعني الفساد. ومن هنا أهمية أن نحدد هذه العناصر المختلفة وأن نرى أين تزدهر التجارة غير المشروعة، وذلك بسبب الرشوات التي يتم دفعها مثلا إما للمسؤولين على مستويات صغيرة أو إلى المسؤولين الكبار. وأخيرا الجريمة، المنظمة تعمل بتنسيق على المستوى العالمي وفي آسيا هناك نشاط ملحوظ مثل هذه المجموعات، ولكن هذا لا ينسحب على آسيا بل على مناطق أخرى في العالم، وهذا ما رد إلى الطلب المتزايد على منتجات التبغ. الشريحة التالية لقطات سريعة لطبيعة المشاكل في أمريكا الوسطى، سوق صغيرة ولكن هناك حركة منتظمة من بليز، هناك سلاسل إمداد مصدرها آسيا، ونرى أيضا طلب على الاستهلاك المحلي من آسيا وجنوب شرق آسيا، نرى هياكل تستخدم من قبل المهربين وتستفيد من مناطق الصادرات الحرة والمرافق في ذلك الإقليم. بالطبع هذا يعني أن هناك حاجة للاستفادة من هياكل بنى تحتية ضخمة، وهذا يعني أن هناك مسؤولين حكوميين ينخرطون في هذه الأنشطة. وبالطبع هناك طلب متزايد على منتجات التبغ، وهذا له أثر على وضع الاقتصاد المحلي. في الخارطة ترون بعض الدول تظهر بألوان مختلفة حسب وضعها، مثلا ميانمار، الصين، ماليزيا، حيث هناك أنشطة حكومية لمصادرة هذه المنتجات، وهذا له أثر مهم على الاقتصاد المحلي. ويعود بنا النقطة البداية في العرض قدمته، في شمال أفريقيا نرى حركة منتظمة في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث هناك سيل مستمر من منتجات التبغ التي تصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة. 25% من منتجات التبغ في غرب أفريقيا مصدرها غير مشروع، ونصيب تونس من هذه التجارة يصل إلى حوالي 25%. على أي حال هناك تهريب منتظم إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا من شمال أفريقيا. في أفريقيا جنوب الصحراء تجارة بغير المشروعة بالتبغ مسألة مستشرية، وبالطبع شركات إنتاج تبغ لها دور تلعبه
دور مهم تلعبه في هذا المجال بشكل غير مباشر في بعض الأحيان، وبالطبع هذا يستخدم كوسيلة للضغط على الحكومات لإبقاء على الضرائب على منتجات التبغ متدنية. الشريحة التالية هنا نرى دراسة في جنوب أفريقيا بشأن سكر المشروعة كبيرة، وذلك ما ردها إلى التصنيع المستمر في جنوب أفريقيا، والادعاء بأن نسبة كبيرة من هذا السلع المصنعة هي لأغراض التصدير، ونرى تدفق لهذه المنتجات إلى زيمبابوي، حيث نرى شاحنات كبيرة تحمل شحنات كبيرة من المنتجات المهربة تمر عبر الحدود، يستقبلها المهربون بالتعاون بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين. العملية لا أستطيع أن أقول أنها غير منظمة، ولكن هناك درجة لا بأس بها من التنظيم. في بعض الأحيان يتم الاستفادة من معابر حدودية التي ليس فيها حراسة. بالطبع هذا يشكل مصدر قلق في ذلك في تلك المنطقة بسبب التمويل الذي مصدره هذه السلع المهربة للمجموعات المسلحة. هذا يمكن يصل إلى المناطق المحيطة بكينيا في ملاوي كبلد من كبار منتجي التبغ. ليس هناك ضرائب عالية على منتجات التبغ، وبالتالي فإن هذا البلد يكون مصدر لتهريب منتجات التبغ إلى دول أخرى. الشريحة التالية من خلال هذا الاستعراض السريع لبعض المناطق في العالم، حددنا جملة من عوامل المخاطرة التي تمكن الجريمة المنظمة، الشركات المصنعة التبغ لها تأثير كبير على سياسات الحكومات، وهذا يضي إلى تدني مستوى الضرائب على منتجات التبغ، ويضي إلى إضعاف آليات الرقابة على القطاع. ثم هناك السلع التي المنتجات التي تصنع بطريقة ما بين جزء منها مشروع جزء آخر غير مشروع، أشبه بالمنطقة الرمادية عندما يتصل الأمر بتيسير عمليات الفساد والتواطؤ. هذا يفضي إلى اللجوء إلى إنشاء واجهات قد تكون تبدو كأنها مشروعة لأول وهلة، ولكن الجريمة المنظمة تستخدم هذه الشركات كواجهات لأنشطة تبدو كأنها الميسر. يقاطع المتحدث يقول نعم وصلت إلى نهاية مداخلتي. بالطبع ضعف الهياكل الحكومية مثل الهياكل الجمركية، القدرة على التحقيق، صلاحيات الممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون. أيضا هناك مشكلة التباين في الضرائب بين دول الجوار. في بعض البلدان الضرائب المرتفعة تفضي إلى جعل تلك البلدان سوق للمنتجات الرخيصة والمهربة التي تأتي من مناطق أخرى. أيضا منتجات التبغ ومبيعاتها بشكل غير مشروع يمكن تستخدم وسيلة لغسيل الأموال،
وبالطبع هناك العلاقة بين الاقتصادات المختلفة للدول عبر الحدود التي يمكن أن تؤثر في طريقة التي تتعامل مع تلك المنتجات. الميسر، شكرا يا سيمون على هذه الأمثلة الممتازة، وأطلب من المشاركين في هذا اللقاء أن يستفيدوا من خانة أسئلة وأجوبة، أو بإمكانكم أن تطرحوا أسئلتكم الآن عن طريق هذه الخانة دون الانتظار، الحاجة للانتظار إلى نهاية العرض واستفادة من هذه المزية. المتحدث التالي السيد تيودور ليت من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. هناك اتفاقية للأمم المتحدة بشأن وتيودور قضى 26 سنة في دراسة المسائل المتصلة بالجريمة المنظمة والعلاقة بين الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة وأجرى جملة من التقييمات لي بشأن دور الجريمة المنظمة في مناطق. تيودور، رقم الكلمة. شكرا يا تيبور، سأضع العرض على الشاشة. سوف أتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة. بالرغم من أنني محام وأشعر بالوصمة لأقول ذلك، ولكن لست متخصصا في الجريمة المنظمة. أود أن أشكر المتحدثين اللذين سبقاني بشأن إشارتهما المفصلة إلى التجارة المنظمة أو الجريمة المنظمة واستخدام المنتجات التبغ، وبالتالي سأعرج على أثر ذلك على علاقة ذلك بإنضمام الاتفاقية. هذه الاتفاقية وقعت في عام 2003 في شهر سبتمبر. الآن لدينا 190 بلد صادقة الاتفاقية. هذه اتفاقية فريدة من نوعها، نصل هذا العدد من المصادقات. الغرض من الاتفاقية والحلول دون استشراء الجريمة المنظمة عبر الحدود. الشريحة التالية، الدول الأعضاء وقعت على الاتفاقية وصادق عليها لكي تكون جزء من هذه الاتفاقية من هذا الصك الدولي. هناك مطالبات. أولا، تلتزم الدول بإدماج التعامل مع الجريمة المنظمة في التشريعات الوطنية والقوانين المعمول بها. المشاركة وتجريم المشاركة في أنشطة الجريمة المنظمة، غسيل أموال وعوائد تلك الجرائم، مكافحة الفساد المرتبط بهذه الجريمة، وأيضا محاولات وضع عقبات في طريق إنفاذ العدالة. هناك مطالبات قانونية وتدابير يجب اتخاذها تحددها الاتفاقية. عندما يصادق بعد الاتفاقية عليهم أن تحدد ما هي الإجراءات القانونية المتخذة، مثلا تحديد مسؤولية الأشخاص المنفردين، مسؤولية الشركات، مصادرة عوائد الجريمة، والاستفادة من آليات التحقيق المتخصصة، وسأعود إليها لاحقا. أيضا النهوض بمبادئ التعاون الدولي كوسيلة من وسائل إنفاذ أي اتفاقية دولية. الدول تتوافق على تبادل مرتكبي الجرائم، تقديم المساعدة القانونية المطلوبة، والمشاركة في إجراءات عملية تحقيق مشتركة، وسأعرج على المسألة لاحقا. لكي يصبح البلد عضو في هذه الاتفاقية، فسيستفيد البلد من ترتيبات دولية بالتعاون مع دول أخرى لمواجهة جرائم منظمة على المستوى المحلي. أيضا الشريحة التالية، هذه الاتفاقية في نطاقها تحت المادة 3 تغطي الجرائم الخطيرة التي تم تحديدها في منطوق الاتفاقية، وتشمل المجموعات
مجموعة الجريمة المنظمة والجرائم المنظمة التي تمر عبر حدود أكثر من بلد واحد. الشريحة التالية: ليس هناك تعريف محدد للجريمة المنظمة لأن أثناء مشاورات بشأن اعتماد اتفاقية لم يكن اتفاق بشأن المسألة، ولكن هناك حديث عن طبيعة التركيبة أنه مع 3 أشخاص هناك توسيع أو تعريف واسع، والغرض من ذلك مقصود الجريمة المنظمة ذات طبيعة حركية متغيرة بشكل مستمر. نتحدث عن مجموعة منظمة 3 أشخاص أو أكثر تعمل في آن معا في وقت واحد، إذا كان هناك مجموعة تعمل بتوافق باتساق. أيضا هناك موضوع طريقة ارتكاب الجريمة، هل الجريمة خطيرة، تكرار ارتكاب الجريمة أو جرائم لها علاقة بما تحدده الاتفاقية من انتهاكات. هذا يساعد على التمييز على طبيعة الجريمة المنظمة مقارنة بأنماط أخرى من الجرائم وطريقة ارتكاب تلك الجرائم. الشريحة التالية: تعريف الجريمة المنظمة أو الجريمة الخطيرة، الجرائم الخطيرة، يعني أن هناك جرم يرتكب ويعاقب مرتكبه بحرمان من الحرية لمدة 4 سنوات أو كحد أدنى أو أي عقوبة أخرى أكثر شدة. نتحدث عن 4 سنوات سجن أو جرائم مشابهة تخضع لنفس العقوبة. الشريحة التالية: ما المقصود بجريمة عابرة للحدود أكثر من بلد واحد، ترتكب في أكثر من بلد واحد، قد ترتكب في بلد واحد ولكن لديها تفرعات في بلدان أخرى مثل التخطيط، الإدارة التي تجري في بلد والجريمة ترتكب في بلد آخر. وبالطبع مواطنو أكثر من بلد واحد يرتكبون الجرائم، وأيضا هناك أثر على العلاقة الاقتصادية بين البلدان. الشريحة التالية: هذه الاتفاقية تتضمن جملة من الإجراءات القانونية، هناك المسؤولية القانونية للأفراد أو الأشخاص. حتى وإن كانوا ينتمون إلى بلد لم يوقع الاتفاقية. ثم موضوع المصادرة، عندما تمارس العصابة نشاطها في بلد آخر. ثم هناك أساليب التحقيق الخاصة، موضوع أو النشاط الخاص بحماية الشهود. البلدان تتعهد اتخاذ إجراءات خاصة ومناسبة لحماية الشهود. هذه مسألة مهمة في محاسبة الجرائم المنظمة أو الجريمة المنظمة. ثم هناك أيضا توفير الحماية والتعويضات للضحايا هذه الجرائم، طبعا التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون. هذه جملة من المسائل التي نركز عليها، موضوع التعاون القضائي، إجراءات ترتيبات تبادل مرتكبي هذه الجرائم بين الدول الأعضاء، وضرورة موائمة التشريعات الوطنية والقوانين المحلية مع أحكام الاتفاقية. في بعض الأحيان إذا كان قانون البلد لا يسمح بتسليم مواطنيهم، يمكن إبرام اتفاقيات ثنائية للتعامل مع حالات معينة بين هناك أنشطة مشتركة.
تطلع بها الدول تعاون دولي لأغراض مصادرة الممتلكات التي مصدرها الجريمة المنظمة. إذا كانت تلك الممتلكات خارج أراضي البلد الذي يجب أن يحصل على تعويضات من جراء نفس الشيء ينسحب على منتجات التبغ. أيضا نقل العوائد المتحققة عن الجريمة المنظمة من بلد إلى بلد آخر، ثم تسليم الأشخاص الذين تم إصدار أحكام سجن بحقهم في بلد إلى بلد آخر. الشريحة التالية، السؤال الذي أود أن أعرض عليه، هل يمكن لجرائم التهريب منتجات التبغ والسجائر كجزء مما يمكن؟ نعم، إذا كان الجريمة المرتكبة يحاسب عليها القانون بالسجن لأربع سنوات أو أكثر. إذا كان المدعون قادرون على إثبات أن هذه الجريمة تنطوي على تواطؤ تآمر بين جهات والربط بين الاتجار بمنتجات التبغ ومرتكبي الجريمة، المشكلة تكمن في أن طبيعة الأنشطة التواطؤ أو التآمر لارتكاب مثل الجريمة في بعض الأحيان لا يمكن أن توصف في كل حال أنها جريمة خطيرة. القانون بأربع سنوات أو أكثر، إلا إذا يمكن أن نثبت أن ما تمارسه الجريمة المنظمة. لكن نعرف أن هناك أساليب تساعد على إثبات أن المجموعات الإجرامية تلجأ إلى أساليب مختلفة لتنظيم عملها، مثل ذلك تهريب التجار أو التجار غير المشروع منتجات التبغ. إذن الادعاء يمكن أن يستفيد من ما يريد من أحكام في الاتفاقية للتعامل معها مثل هذه القضايا، حتى وإن كانت القوانين المحلية لا تعتبر أن هذا جريمة خطيرة. واحدة من الحملات التي عكفنا عليها هو تشجيع الدول الأعضاء على أخذ مثل هذه الجرائم محمل الجد، ولأنها كان موضوع إهمال، وهناك أيضا تجاهل لبعض هذه الممارسات. رأينا الحال مع الاتجار بأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات البرية، وندفع الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في تشريعاتها وزيادة مستوى المحاسبة من خلال تلك التشريعات الوطنية وزيادة العقوبات المفروضة بشكل يفضي إلى الإيفاء بما يرد من أحكام في مضمون الاتفاقية، وأيضا تشجيع الدول على الربط بين تبعات وآثار مثل هذه الممارسات على الوضع الصحي في تلك البلدان. لو استطعنا نحقق كل هذه الجوانب، أعتقد أنه إمكانية أفضل لإنفاذ هذه الاتفاقية وجعلها تغطي موضوع التجارة غير مشروطة. في كثير من الحالات هناك اتفاقية ثنائية بين بلد آخر، في بعض الأحيان نرى بلدان تيسر توفير منتجات تبغ مهربة بأسعار رخيصة إلى سوق في بلد آخر. في هذه الحالة لا يمكن نفعل أي شيء مثل هذه الممارسة، هذا يجعل عملية التعامل مثل هذه الحالات صعب. ولكن لو كان اتفاق في مواجهة هذه المسألة، فعندنا سيسر تبادل مرتكبي جرائم، إجراءات تحقيق مشتركة، تعاون بين الدول لمصادرة ممتلكات الشركات الكبرى التي وأصول هذه الشركات التي صادر يمكن أن تستخدم كوسيلة لتعويض متضررين من هذه العملية. هذا كل ما أردت أن أقوله في هذه المرحلة، ويحدث الأمل أن هذا سيمهد الأرضية لمداخلة الزميلة التي ستليني
المياسر، شكرا يا تيودور على هذا العرض السريع لهذه الاتفاقية. مرة أخرى أذكر المشاركين بإمكانك الاستفادة من خانة سؤال وجواب. والآن ننتقل إلى العرض التالي، آخر عرض. أدعو زميلتي السيدة يوني دكر من أمانة الاتفاقية تشرح كيف يمكن لدول الأطراف أن تستفيد من الأحكام الواردة في البروتوكول، وهي متخصصة في مجال غسيل الأموال في أمانة الاتفاقية. لك الكلمة يا يوني. شكرا يا تيبور، طاب يومكم أينما كنتم. أشعر بالفخر أن أكون المتحدثة الأخيرة في هذه المجموعة العروض. الاتفاقية تركز على مجال التبغ والتعامل مع الجريمة المنظمة، ولكن هناك بعض الأمثلة التي أود أن أسوقك يمكن أن تعود بالمنفعة على الدول الموقعة الاتفاقية طريقة التعامل مع من يرتكب جرائم متصلة بمنتجات التبغ. بشكل سريع أستعرض لماذا هناك حاجة لاتفاقية من هذا النوع تقريبا على مقال الزملاء الآخرين. التهريب منتجات يساعد على تمويل أنشطة إجرامية أخرى، أنشطة إرهابية، السرقة، النهب، المجموعات المسلحة. وأيضا هذا يؤدي إلى تكليف الحكومات مبالغ طائلة في محاولة التعامل مع المشكلة، وأيضا يحرمها من مداخيل مهمة من جراء عدم فرض ضرائب. وأخيرا بالنسبة لنا هنا في جنيف علينا نتعامل مع الآثار الضارة على الصحة، منتجات غير المشروعة، أسعار رخيصة تستهدف الفئات الهشة، الفئات الفقيرة، ولا يمكن التحقق من نوعية تلك المنتجات، وبالتالي محتواها يكون أكثر خطورة على الصحة العامة. إذن كيف يمكن لهذا البروتوكول أن يساعد الدول الأطراف على استهداف المنتجات غير المشروعة ومن يقف وراءها؟ أولا هناك سلاسل إمداد الخاصة بمنتجات التبغ. البروتوكول يتعامل مع قطاع مهم، وهذا البروتوكول يساعد الدول الأعضاء على التمييز بين ما هو مشروع وغير مشروع. أطراف تعمل بشكل مشروع، أطراف تعمل بشكل غير مشروع، وهذا سيساعد الدول الأعضاء على إنفاذ القانون بشكل فعال، وأيضا يحول دون إقامة علاقة بين الأطراف التي تمارس أنشطة غير مشروعة وقطع إنتاج الدبغ، وهذا ما تفعله منظمة الصحة العالمية وأمانة الاتفاقية. ولكي نميز بين ما هو مشروع وغير مشروع، أطراف مشروع وأطراف غير مشروع، في المادة السادسة فيما يتعلق بمنح تراخيص الأطراف التي تشارك في سلاسل إمداد التجنب، المادة السادسة تنص على إلزام كافة الأطراف، المصنعين، المصدرين، على توسيم المنتجات بشكل لا يضطرنا إلى إنفاق مبالغ كبيرة على الرصد والمتابعة، التحقيق، جمع البيانات، الأدلة إلى آخره. الإجراءات تساعد السلطات الحكومية على الكشف عن إذا كان نشاط مشروع غير مشروع بكل سهولة. وإن السلطات الحكومية ستكون تحقيقاتها أسهل إذن. كذلك زميلنا قد تحدث عن الجرائم وتجريمها. نحن
قد استخدمنا البروتوكولات في المادة 2-4. نحن أشرنا إلى هذا البروتوكول وهو مهم لأن هناك عتبة منخفضة فيما يخص الجرائم، أي أن هناك كما قال الزملاء السابقين هناك عتبة منخفضة، وهنا الجرائم لا تعتبر جرائم جنائية بحد ذاتها، لا بل مثلا جرائم إدارية. والمادة 14 كذلك تشير أو تطلب من الجهات الفاعلة والأطراف أن تأخذ أو تقول ما هي الجرائم التي تعتبرها جرائم جنائية، وما هي الجرائم المرتبطة بالتجارة غير المشروعة والتبخ. وهناك عقوبات مرتبطة بهذه الجرائم، وهنا الحاجة إلى التعاون الدولي، وذلك لاتخاذ وتحديد العقوبات بوجه هذه الجرائم. وبخلاف الاتفاقية ما من رابط بجهة محددة، نحن أيضا نأخذ بمسؤولية الأفراد. وفيما يخص المصادرات هي ممكنة، ولكن الأهم هو أن يكون هناك إمكانية للتخلص من المنتجات أو الأجهزة أو منتجات التبغ إلى آخره وتدميرها، وذلك تلافيا لعودة هذه المنتجات إلى سلسلة إمداد العرض أو سلسلة الإمدادات. وكذلك هناك إمكانية للمشاركة في تقنيات في مجال التحقيق، وذلك لتحديد التجارة غير المشروعة. هذا أيضا ينبثق عن الرقابة، وذلك من أجل الكشف عن هذه الأنشطة. إذن هذه أدوات تمكن من أن نرى كيف نسير الأعمال وكيف نتخذ التدابير تصديا لهذه الظاهرة. أخيرا، مجال محدد من الجرائم يستدعي التعاون الدولي. في هذا المجال هناك إمكانيات، وأنا هنا أتحدث عن جريمة غسل الأموال. عادة لا تتمكن الحكومات من أن تتبع الأنشطة أو من أن تبينها، أن تبين أن هذه الأنشطة مرتبطة بالتبغ، ولكن لا بد من تتبع الأموال، وأصبح هذا الموضوع موضوعاً سائداً. وفي المادة 14 نحن سمينا هذه الأنشطة بشكل صريح كجرائم جنائية وكأحدى المجالات التي تستدعي التعاون الدولي. وهناك تقرير عن التجارة غير المشروعة بالتبغ، وهناك فرقة عمل أيضا انكبت على هذا الموضوع، هي منظمة حكومية دولية هي منظمة تعنى بغسل الأموال والإرهاب. النتيجة كانت أنه من المهم أن نحدد مصدر التدفقات غير المشروعة التي تتأتى عن التجارة غير المشروعة والتجارة بمنتجات التبغ، وهذا أيضا مرتبط بحجم العقوبات التي لا بد من أن تعاقب على هذه الجرائم المرتبطة بالتبغ غير المشروع. نحن بحاجة إلى أن نحدد التدفقات المالية غير المشروعة وراء هذا النوع من التجارة غير المشروعة، وأن نكشف كذلك عن الشبكات وراءها. وهناك أيضا المادة 10 التي تنكب على الوقاية من غسل الأموال وتشير إلى التدابير. هي تشجع السلطات على أن تضمن
أن الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد لا تستخدم نقل السيولة عبر الحدود، وأنه يتم رفع التقرير أو التقارير أو الإبلاغ عن هذه المعاملات، وأنه يتم دفع الرواتب بالعملة المحددة والمناسبة، وذلك ينسحب على نظام التحويلات. إذا نحن هنا نعي كذلك خطر غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالسجائر. البروتوكول فيه فصل عن التعاون الدولي. في الجزء الأول هناك إمكانات مختلفة معروضة على الأطراف لكي تتمكن من تبادل المعلومات، حتى لو كانت معلومات عامة بشأن التجارة غير المشروعة، وكذلك يمكنها أن تتبادل الإمكانات المختلفة بشأن التعاون، ونحن نوضح أوجه التعاون. وكذلك يغطي هذا البروتوكول التحقيق، التدريب، التحقق في الجرائم المرتكبة. ولا بد من أن نشير إلى أن البروتوكول لا يركز فقط على التعاون الدولي، لا بل يشجع الأطراف على التعاون في سياق السلطات المحلية نفسها، ولابد من التعاون أيضا في قسم الجمارك. هذا جزء مهم في مكافحتنا لمنتجات التبغ غير المشروعة. هذا الفصل في البروتوكول أو هناك فصل من البروتوكول يركز على سلطات الجمارك، على السلطات القضائية. كافة هذه السلطات مدعوة للتصدي ولمكافحة منتجات التبغ غير المشروعة معا ومع الشركاء الدوليين. إذن هذه مجموعة يمكن أن تستخدمها السلطات وكذلك لكي تتمكن من أن تتصدى لهذه الشبكات الإجرامية. في الختام، إطار العمل في البروتوكول شامل، وهو يتيح التحكم بسلسلة الإمداد، وهو يسهل أيضا على الأطراف أن تحدد ما هي المنتجات غير المشروعة والمنتجات المشروعة وملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة. ويمكن استخدام هذا البروتوكول وذلك من خلال عتبة، من خلال استخدام العتبة المحددة وأدوات موجودة، وذلك لبدء التحققات الدولية. وهذه مجموعات الجريمة المنظمة لابد من أن نتصدى إليها من خلال العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى والأطراف الآخرين والحكومات، وذلك لأن هذا البروتوكول يتيح نطاقا واسعا للتعاون. شكرا جزيلا لك على هذه اللمحة العامة. وصلتنا الأسئلة، وأنا أرى أن مقدمي العروض قد أجابوا على بعض هذه الأسئلة في القسم المخصص إليها على هذه المنصة. نحن قد اخترنا سؤالا، سنوجه سؤالا واحدا لكل كل من قدم لنا عرضا. بيوتر، بالنسبة إليك، ما هي أهمية الطرق المستخدمة وعلاقة ذلك بإدارة المخاطر؟ بيوتر، إذن هنا نتحدث عن أهمية الطرق غير العادية، وهل هذا مؤشر خطر يدل على التجارة غير المشروعة بالتبغ؟ إذا ما فهمت السؤال بشكل مناسب، هنا نتحدث عن الكشف عن أمور غير عادية في مجال التجارة غير المشروعة، ونتحدث أيضا عن العناصر التي تشير إلى أن هناك استغلال من جانب المهربين. هذا لا ينسحب على التبغ، لا بل ينسحب كذلك على منتجات صيدلانية. إذن
يمكن النظر إلى هذه المؤشرات غير العادية، مثلا حجم الشحنة أو الجهات الموجودة، أو هذا يعني قد يشمل أيضا المنتجات. المهربون يحاولون أن يسيئوا استغلال الطرق غير العادية، وذلك لكي لا يتم الكشف عنهم ولكي لا تتم رؤيتهم، إذا ما صح القول. إذن نعم، يمكن أن ننظر إلى هذه العناصر غير العادية أو المختلفة، ولكن لا يمكن أن نقلل من شأن كافة المؤشرات غير إلى أن هناك أمر غير عادي. شكرا بيوتر على هذه الإجابة. السؤال الثاني موجه لسيمون: كيف للأطراف في البروتوكول أن تنفذ إلى المعلومات المرتبطة بمنتجات التبغ غير المشروعة التي لا يتم تمويلها من جانب القطاع الصناعي؟ إذن أين هذه أو أين نجد هذه المعلومات التي لا تترتب عن القطاع الصناعي؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، هو سؤال مهم. علينا أن نبحث عن مصادر معلومات، وعلى هذه المصادر أن تعلن أنها لا تحصل على تمويل من شركة التبغ. نحن في منظمتنا قد قمنا بمثل هذا الإعلان، هناك جامعات، هناك أكاديميين أيضا قد أعلنوا بشكل صريح عن مصادر التمويل لتمويل بحوثهم. Going to be found in people whose mandate is specifically around illicit economies or around public health impact. من هنا علينا أن نرى من نحصل من خلالها على المعلومات، مثلاً في السلطات العامة، وهناك أيضاً مراكز للمراقبة. نحن نعرف أن هناك أيضا مراكز مراقبة في عدد من المناطق تنكب كذلك على مراقبة تدفقات منتجات التبغ. شكرا جزيلا سيمون. السؤال الثالث موجه لتيد: كيف للأطراف في البروتوكول أن تحصل على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية؟ شكرا جزيلا. هناك آليات مختلفة يمكن استخدامها، وهناك برنامج يتيح تدريب للمسؤولين، وذلك يمكننا من النظر في عدد من الأمور، لا سيما فيما يخص البحث. هذا البرنامج كان برنامجا ناجعا في شتى أنحاء العالم أو في العالم، و يسهل عمل المسؤولين في الجمارك. في بعض الأحيان يرتأي المسؤولون في الجمارك أن مهمتهم هي تسريع العمل، ولكن هنا يمكن أن نتيح لهؤلاء إمكانية لكي يحموا بلدانهم من التجارة غير المشروعة، وهذا يمكن من تعزيز إنتاجيتهم. ذلك يمكنهم أيضا من الحياز على الأدوات اللازمة. نحن يمكننا أن نتصل معكم ونتصل مع كل من يرغب في المشاركة في هذا البرنامج. شكرا جزيلا. في عرض بيوتر تمت الإشارة إلى عدد من الموارد المتاحة من منظمة التنمية والتعاون ومن سائر المنظمات في هذا العرض الذي قدمه لنا بيوتر. هناك إشارة لعدد من الموارد التي يمكن استخدامها. السؤال التالي موجه ليوني: يوني، ما هي العراقيل التي تحول دون المزيد من التعاون الدولي لمكافحة المنتجات غير المشروعة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. هناك ثلاث جوانب تحدد العراقيل الكامنة أمام التعاون الدولي. أولا موضوع تحدثنا عنه، العقوبات أو العقوبات المحدودة بشأن التجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ، والأدوات في مجال التعاون الدولي لا بد من أن تحدد أن هذه الأنشطة هي جرائم.
وهذا مهم، لابد من النظر في التشريعات عند تنفيذ هذا البروتوكول، ولابد من تحديد هذه الأنشطة التي يذكرها البروتوكول. بالطبع موضوع التعاون الدولي في هذه المجالات يبقى مشوب ببعض الصعوبات. بالطبع الدول مشوب بالحذر، ذلك أن الدول تحاول أن تبقي على سيادتها القضائية القانونية، وهذا يعني أن البلدان يجب أن تخوض في حوار لزيادة معرفتها بهذه المسائل، تبادل الخبرات، ولكن أيضا لزيادة مستوى الطبيعة الملحة للتعاون مع الجنوب المختلفة. ثم التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة عندما نتحدث عن التعاون الدولي، التدريب، تقاسم الخبرات، ولكن هذا مرهون بتوفر الأموال، الموارد، الموارد البشرية، إذا عدد من المحققين، المفتشين، إلى هذا أيضا مرهون بطبيعة التعاون بين الوكالات والهيئات المختلفة، وهذا تعاون على مستوى داخلي، ولكن أيضا مرهون بالتعاون مع جهات نظيرة في دول أخرى. شكرا. يعني هناك سؤال إلى تيد، لو بدأنا بإجراء بحوث إضافية بشأن تهريب منتجات تبغى، ما هي الجوانب الرئيسية التي علينا أن نفكر فيها؟ أقول لكم ما غير ما فعلناه مع الجريمة المنظمة بشأن أنواع الحيوانات والنباتات البرية. نحن حاجة إلى قاعدة بيانات، ليس لدينا قاعدة بيانات. هذه القاعدة البيانات سوف تسمح لنا بمتابعة التوجهات الدول الأكثر تأثرا من غيرها بهذه الأنشطة والممارسات، وعلاقة مثل هذه الأنشطة بالفساد، و نحدد ما تأثير كل عامل من هذه العوامل على ارتكاب جرائم تهريب منتجات تبغى. في بعض الحالات نرى الدول لا تلجأ إلى هذه الممارسات، بل تعتمد على ما يأتي من بلدان أخرى إن كانت هناك استيلاء على حاوية فيتم تسجيل مصدر الحاوية، رقم الحاوية، أي وجهتها. نستطيع أن نجري دراسة بشأن طريقة تهريب منتجات تبغ كما فعلنا مع النباتات والحيوانات البرية، ونحن مستعدون للشروع في دراسة وبحث هذا النوع إذا كان هناك أطراف مستعدة لدعمنا. شكرا يا تيد. أرى بيوتر رفع يده لطلب الكلمة. نعم، أضيف إلى ما قالته يوني في رد على سؤال شأن العقبات الدولية. هذا تهديد عالمي، ولكن في الوقت نفسه نطاق الاختصاصات يقف عقبة في طريق التعامل مع المشكلة. هناك منظمة الصحة العالمية، منظمة البحرية الدولية تتعامل مع النقل البحري، أجهزة الجمارك، سلطات الجمارك. إذن هناك حاجة للتنسيق بين كل هذه القطاعات واعتماد منهجية جامعة شاملة، وإلا فإن هذا سيضيف عقبة إضافية إلى العقبات الأخرى الموجودة أصلا. شكرا. نقول لدي سؤال إلى سيمون، هل لديك أي معلومات عن الوضع في أوروبا؟ قدمت أمثلة على أجزاء مختلفة من العالم، ولكن ما هو الوضع في أوروبا؟ هل لك أن تسلط الضوء على بعض مظاهر المشكلة في أوروبا؟ شكرا على هذا السؤال.
لدينا مرصد في جنوب شرق أوروبا يتابع التجارة بالطبخ. هناك على موقع منظمتنا خارطة بالمناطق التي نواجه فيها حالات نتعامل معها، وهناك أشخاص مختصون في هذا المجال ويتعاملون مع منتجات الطبخ في هذا الإقليم. شكرا. دعوني أضيف الأمانة، أيضا لدينا دائرة عمليات تستطيع أن تساعدكم بشأن الاستفادة من هذا البروتوكول واستفادة من واحدة من الترتيبات التي تعملها تقوم على التعاون مع جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا بشأن طريقة فرض ضرائب على منتجات التمر. وهناك أيضا مكتبة خاصة بمصادر المعنية بالضرائب المفروضة على التجار غير المشروع من جهة التمر. وبالتالي أحثكم على زيارة موقع الجامعة والعودة إلى المراجع الموجودة في الجامعة حول طريقة التحكم والتعامل مع منتجات التمر، لنرى ما إذا هناك أسئلة أخرى يمكن إرسالها. No, it's it was the last question. I really encourage. كلا هذا كان آخر سؤال. أحد زملائي على الرد على الأسئلة التي طرحت، هناك أسئلة بشأن كيف التعامل مع عوائد الجريمة المنظمة. نقوم بذلك. قد وصلنا إلى نهاية الجلسة، ولكن قبل أن ننهي الاجتماع دعوني ألخص ما ذكرناه اليوم. حصلنا على معلومات مهمة بشأن حجم التجارة غير المشروعة وتجارة منتجات تبغ غير مشروعة والمخاطر المحيطة والاستفادة من هذه العوائد الإجرامية أخرى. كانت نقاط مهمة بشأن دور وطريقة عمل وسلوب عمل الجريمة المنظمة واستخدام منتجات طريقة توزيع هذه المنتجات. وحصلنا على معلومات بشأن طريقة تعامل منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، طريقة الإجراءات القانونية المعتمدة للتعامل مع التجارة المشروعة مثل سلاسل الإمداد، غسيل الأموال والتعاون الدولي. يحدثنا الأمل أن العروض السمعية سوف تساعد على فهم أفضل لطبيعة هذه المشكلة ويوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء للتعامل مع هذه الجريمة المنظمة من هذا النوع. أيضا تحدثنا عن محاور المعرفة، طريقة فرض الضرائب على التجارة المشروع الذي يمكن يعد بمردات مهمة. نقطة مهمة يجب أن لا ننساها، ليست فقط منتجات التبغ بحد ذاتها هي التي تشكل مصدر خطورة، يمكن أن تكون أكثر خطورة لأن المنتجات غير المشروعة لها آثار مدمرة على الصحة، وبالتالي منتجات التبغ غير المشروعة تنطبع على مخاطر إضافية أكثر من مخاطر المنتجات المشروعة. شكرا جزيلا لمشاركتكم، استمعنا إلى عروض مهمة وإلى حوار أعقب ذلك، ونشكر المتحدثين على عروضهم وإلى المشاركين لتكريس الوقت لنضم لنا. البعض منهم يشاركون في وقت متأخر، البعض يشارك مبكر جدا، وهو ده نشكر المترجمين الفوريين على عمل ممتاز وزملائنا من تكنولوجيا معلومات الاتصالات، وأخيرا أود أن أشكر زملائي في أمانة الاتفاقية الذين أداروا هذا اللقاء. سوف نتحدث خلال الأيام القادمة عن أنشطة أخرى سنبلغكم شأنها، وبالتالي نطلب منكم أن تتابعوا ما ننظمه، وسنحاول أن ننظم لقاء من هذا النوع
مرة في الشهر. أو نذكركم أيضا أن تسجيل محضر هذا اللقاء مسجل باللغة الرسمية 6 وبإمكانكم العودة إليه ويمكنكم تقاسمه مع زملائكم الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في هذا اللقاء. وهذا كل ما لدينا. أتمنى لكم يوما طيبا وأرجو أن تبقوا بأمان. انتهى هذا اللقاء.